أهلا بكم. حذر البابا فرنسيس الاتحاد الأوروبي من أنه معرض للانهيار ما لم يتفق بشأن سبل مساعدة المنطقة على التعافي من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا وقت للامبالاة والأنانية في مواجهة الوباء. ودعا البابا فرنسيس إلى التضامن العالمي في المعركة ضد فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، كما حث في كلمته لمناسبة عيد الفصح على ضرورة تخفيف العقوبات الدولية والديون عن كاهل الدول الفقيرة ووقف إطلاق النار في جميع الصراعات. من واشنطن ينضم إلينا الكاتب الصحفي السيد توماس جيرجسيان. سيد توماس، أرحب بك معنا. إذن كلمة للبابا فرانسيس في هذه المناسبة من كل عام، ولكنها ليست ككل عام يعني فيما اشتملت عليه بالطبع بالتوازي مع انتشار أزمة فيروس كورونا. سأبدأ معك، ما هي الأعباء المتضمنة في خطاب البابا فرانسيس وفي كلمته وما ناشد المجتمع الدولي القيام به والتي على الدول الكبرى تحملها، يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول؟ بالتأكيد بابا فرانسيس بابا روما له تاريخ كما هو معروف في السنوات الماضية بدعوته الدائمة أنها أن مسألة المواجهة البشرية لقضيتي تحديدا ملفي الفقر والجوع قضايا أساسية وضرورية مواجهتها، وخصوصا أن بعض الدول ليس في إمكانها أو بعض الشعوب ليست في إمكانها أن تحارب أو تواجه هذه الأزمات بنفسها، فبالتالي على الدول أو الإنسانية بشكل عام أن تقوم بيد مد المعونة ليس فقط أموالا ولكن خبرة وأجهزة وعلما للإنقاذ البشرية منه. وتحديدا هذه الأيام كما نرى أن الثمن الذي يدفعه أو سيدفعه في الأيام المقبلة الشعوب الفقيرة تحديدا ستكون أكثر فأكثر، فبالتالي دعوة أو المطالبة التي وجهها اليوم بابا فرانسيس تأتي في هذا الإطار، إطار أن هناك الحد من الحروب التي صارت تستنزف الأموال والجهود والأرواح بالتأكيد. ثانيا الدعوة إلى إعفاء تسديد الديون أو إعفاء الديون أو تسديد الخدمات الديون التي على أساسها يتم استنزاف معظم قدرات المالية للدول الفقيرة. وهو عكس بهذا حتى أكون واضحا أكثر من 100 منظمة دولية عالمية إنسانية طلبت في الأسابيع الأخيرة اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى يتم هذه الدول ستعاني بالتأكيد من هذا. وهنا يعني على ذكرك هذه النقطة التي وردت أيضا في كلمة البابا فرانسيس، هل ستكون أو نتوقع استجابة من الدول الدائنة لهذه الأعباء أو هذه الضغوط التي أيضا تضغط على اقتصادات الدول النامية أو الدول يعني الأقل في الإمكانيات مزيد من المساعدات ربما بعد استيعاب درس كورونا إنجاز التعبير؟ يعني بالتأكيد أملنا أن تكون الدول القادرة اقتصاديا وماليا أن تقوم بهذه المهمة، ولكن كما اتضح في الأيام الماضية القليلة أو الأسابيع الماضية القليلة أن هذه الدول نفسها في أزمة مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتحديدا هناك محاولات أخرى مثل ما تم في الولايات المتحدة تحديدا من 2 تريليون دولار أكثر من ومساهمة أكثر هناك أكثر من 18 مليون عاطل يبحث عن وظيفة، فبالتأكيد ستكون المهمة صعبة، ولكن هناك توجه عام وخصوصا من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإعفاء تسديد الديون لفترة قد توفر نسبة 25 مليار دولار على مبدئيا، ولكن مثل هذه الأموال بالتأكيد بالنسبة للدول الفقيرة مبلغ كبير يعني، وليس هي مبلغ بالدهين فيما يخص الدول الأوروبية والغربية. 25 مليار دولار هذه السنة، وهناك إضافات 140 مليار دولار على مدى 15 شهر القادمين كنوع من المساعدة الوقتية، ولكن مثل هذه المواجهات طبعا بالنسبة للدول الفقيرة ليست فقط عملية أزمة صحية أو كارثة صحية، ولكن لها تبعات اقتصادية ومالية. طيب
نعم سيد توماس، يعني اللامبالاة والأنانية أشار إليهما أيضا البابا فرنسيس في خطابه، كيف أضرت هذه السياسات إنجاز التعبير الدول نفسها في مواجهة أزمة كورونا؟ يعني عندما نرى تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الدول التي تضررت أكثر من غيرها، أو ربما يعني القرصنة التي رأيناها في المستلزمات أو المعدات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كيف أضرت هذه السياسات الدول في مواجهة هذا الوباء؟ أولا يجب أن نقول أن بابا فرانسيس معروف أنه دائما يخاطب الضمير، ما يسمى ما ممكن أن نسميه بالضمير الإنساني، على أساس أنه كما أشرت أن يكون هناك نوع من المخاطبة للروح الإنسانية التي تظهر في مثل هذه، إذا كانت خيرة أم شريرة، أو لا أريد غير خيرة أو غير قادرة على استيعاب الأزمة أو محاولة استغلال الأزمة. فبالتالي بالتأكيد هناك استغلالات تمت، ولكن كما أشرت من قبل في الكلمات السابقة أن مثل هذه في مثل هذه الأزمات تظهر النفوس البشرية هي قادرة على الاستفادة من الدروس التي جاءت واحدة تلو الأخرى. كل درس كان هناك درس أن هناك نوع من الزوال لكل مثل هذه الأشياء، هناك نوع من الصدمة التي حدث بالنسبة للعالم المتحضر تحديدا أو المتمكن، بالتأكيد فيما يخص الأنظمة الصحية وتوفير الأجهزة، وبالتالي هناك نوع من مخاطبة ما قاله البابا فرانسيس وما يقوله الآخرين، طبعا الآخرون، أن هناك نوع من مخاطبة الضمير الإنساني حتى يأخذ وينظر للعالم ولنفسه وللأسرة البشرية بشكل أو آخر أكثر إنسانية وأكثر شفقة وأكثر إدراكا أن هناك أناس آخرين يتعرضون لأزمات بأكثر مما نتعرض له الآن في الولايات المتحدة أو أوروبا وفي الدول التي قادرة التي تواجه الأزمة. الأزمة عالمية كونية إنسانية، ولكن طبعا النوايا الحسنة والنفس البشرية القادرة على استيعاب الدروس والقادرة على مواجهة الأزمات ومد يد المعونة أو المساعدة إذا جاز هذا التعبير سيكون أكثر، نحن سنستطيع أن نواجه مثل هذه الأزمات إنسانيا وعالميا وكونيا ودوليا. نتمنى ذلك، يعني أن نكون خرجنا بشيء إيجابي من الصدمة التي أشرت إليها سيد توماس، وهو تعبير ربما دقيق. من واشنطن الكاتب الصحفي توماس غرغسيان، شكرا جزيلا لك.